للهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلك كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوك. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكة. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعدل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. معطلكش. لا استني بس رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول وما تطبقش في الوجه كتير مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو.